رمضان 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 جاء. برعاية مجمع الشروق وشركة رامي كمان وبمناسبة عيد الطفولة، عمو يزيد يعطيكم موعد يوم الخميس 31 ماي بعد الإفطار بإشراف السيد الوالي ومن تنظيم مديرية الشباب والرياضة بساحة دار الثقافة هوري بومدين بمدينة سطيف، والجمعة 1 جوان بعد الإفطار من تنظيم بلدية الجزائر الوسطى. الحفل سيكون بساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة. ومن تنظيم الديوان الوطني للثقافة والإعلام، عمو يزيد يعطيكم موعد بقسنطينة بقاعة أحمد باي يوم السبت 2 جوان، وكذلك بوهران يوم الثلاثاء 5 جوان بقاعة سينما السعادة. وابتداء من الأحد 3 جوان طيلة شهر رمضان، مدينة عمو يزيد الترفيهية تفتح أبوابها في الطبعة الثالثة من تنظيم بلدية الجزائر الوسطى بحديقة تيفاريتي سفنجة سابقا بأعالي تلملي بالجزائر العاصمة. الدعوة عامة للأطفال وأوليائهم، الدخول والألعاب بالمجان. كونوا في الموعد. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا ونجحنا، ها نحن اليوم في عطلة.